السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير أحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. ما زلنا مع الموضوعات الدينية المهمة في حياتنا. عنوان اللقاء في دقيقة واحدة، وهو عندما تكون نقيا من الداخل ما الذي يحدث؟ عندما تكون نقيا من الداخل، نظيفا من الداخل، لا تحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا على أحد، ساعتها يمنحك الله تبارك وتعالى نورا من حيث لا تعلم، ساعتها يحبك الناس من حيث لا تعلم، ساعتها تأتيك مطالبك من حيث لا تعلم. اعلموا أن صاحب النية الطيبة هو من يتمنى الخير لجميع الناس دون استثناء، فسعادة الآخرين لن تأخذ من سعادتك. انتبه، سعادة الناس لن تأخذ من سعادتك، وغناهم لن ينقص من رزقك شيئا، وصحتهم لن تسلبك من عافيتك شيئا، أو لن تسلب من عافيتك شيئا. كن أنت الشخص الذي يمتلك النية الصافية الطيبة، وثق بالله دائما وأبدا، ساعتها سيرضيك الله تبارك وتعالى. تظنون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.